السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم سنتحدث وإياكم عن كيفية احتساب المعدل لكم ما بين المباحث الأساسية والإجبارية والاختيارية حتى تكونوا في السليم، وبعد ذلك أكمل وإياكم الدروس المتبقية من منهاجكم، وبعد الانتهاء من الدروس المقررة سأبدأ بالدروس المؤازرة والمساندة لهذه الدروس بشكل عام. ترى كيف ستحسب معدلاتكم هذا العام؟ اللي مش فاهم بحاول أفهمه، واللي فاهم بحاول أثبت المعلومة في رأسه، وأيضا هي إجابة لكثير من الأسئلة حول هذا الموضوع تحديدا في قناتي على يوتيوب. وفي هذا الإطار أطلب منكم الإعجاب في هذا الفيديو ودعوة أصدقائكم من كل مكان للاشتراك للاستفادة والإفادة. تعالوا بنا نبدأ في احتساب المعدل. احنا بدنا نحكي عن الفرعين مثلا العلمي والأدبي بسرعة، ونشوف والتجاري أيضا في نفس الوقت، والباقي الفروع ممكن تكمل على نفس النمط. طيب الفرع العلمي على سبيل المثال، العلمي له أربع مباحث إجبارية، أربع مباحث إجبارية العلمي، عنده عربي وعنده إنجليزي وشو عنده؟ فيزياء ورياضيات، هاي فيزياء رياضيات، هذول اسمهن إجباري، يعني هذول بيدخلن كلهن في احتساب المعدل زائد. في عندك أربع مواد أساسية شرط إنك تنجح فيهن الأربعة، إذا رسبت في مادة أنت راسب مش تقول الأساسي، يعني في إشي محذوف وإشي مش محذوف، ما هو المادة اللي بدها تنحذف شرط تبقى ناجح فيها، إذا راسب فيها ما بتنحذف، إذا راسب فيها أنت راسب في التوجيه كله، حتى لو كانت هذه المادة بتنحذف. بتأمل إنه يكون الكلام واضح. تعالوا أوضح لكم أكثر. بالنسبة للعلمي الأربع مواد الإجبارية عندهم الأساسي، شو ظل عندهم يا جماعة؟ ظل عندهم الدين، وظل عندهم الأحياء، وظل الكيمياء، وظل إيش يا شباب؟ التكنو، صحيح؟ شو كلها؟ بأخذوا هذول الأربعة زائد أعلى علامتين أو أعلى معدلين في هذول الأربعة بشرطين. الشرط الأول يعني مش أي مادتين من الأربعة، مش أي مادتين، ولا يا أستاذ؟ أولاً أول شرط يجب أن تكون الأحياء أو الكيمياء واحدة منهم، أو إن يكون من الثنتين، يعني الأربعة هذول أو الكيمياء والأحياء، إذا باقيت أعلى علامتين عندك جاهزين. طيب غير هيك الأربعة هذول زائد بتأخذ أعلى علامة ما بين الكيمياء والأحياء، أني طلعت عندك أعلى الأحياء، بأخذ الأحياء، فهذه تلقائيا مالها ملغية، يعني مش محسوبة، بس أنا ببقى ناجح فيها، زائد أعلى علامة من الدين أو التكنولوجيا. فلنفرض أنت جايب في الدين أزيد من التكنولوجيا، فبالتالي بصير علاماتك كعلمي الأربعة هدول زائد أعلى علامة جبتها بين الأحياء والكيمياء كانت للأحياء، فاختروا لك الأحياء، وأعلى علامة ظلت ما بين الدين والتكنولوجيا هي الدين، فصارت الدين، هاي كان أو بطلع جاهز عندك الفرع العلمي. بهذه الطريقة لازم تبقى أخرى مرة ناجح فيه الأربعة، ولازم تبقى علامة الأحياء أو الكيمياء واحدة منهم مع مادة ثانية، أو هن الثنتين بدون مادة ثانية، فبصير الأربعة هنا زائد اثنين هن بالشرطين اللي أنا ذكرتهن، مش بأي شروط أخرى. طيب الأدبي شو عنده؟ شو عند الأدبي؟ الأدبي عنده العربي، وشو أخرى؟ الإنجليزي، وشو أخرى؟ الرياضيات إجباري، يعني إيش إجباري؟ وشو ظل عندنا جماعة؟ التاريخ، تاريخكم، هذول الأربعة يدخلن في حساب المعدل الأساسي إجباري غصب عنه وعنك، عربي، إنجليزي، رياضيات، وتاريخ.
يعني هم بالعربي كانوا الفيزياء عند العلمي وحطوا محلها شو هو يا شباب؟ التاريخ. يعني طلع ما بين الأساسي أو عفوا الإجباري للعلمي والإجباري للأدبي واحد، ولكن الأدب عنده تاريخ، العلم عنده بداله فيزياء. وتعالوا نشوف شو في عند الأدبي من مواد أساسية، شو ظل لكم؟ ظل لكم الثقافة العلمية صحيح؟ وظل الدين ركزوا لي عليه، وظل الجغرافيا ركزوا لي عليها، وظلت التكنو. بدنا نحسب الأربعة هذول زائد مادتين من الأربعة هذول برضو بشرط أو شرطين. أول شرط تبقى الدين أو الجغرافيا واحد منهم، بزبطش يعني الثقافة مع التكنولوجيا، بزبطش إلا تبقى الدين أو الجغرافيا واحد منهم. فإذا بتطلع على الأربع مواد هذول ما إلك علاقة فيهم، شو ما تجيب بدهم يحطوا لك إياهم في المعدل غصب عنك. بتيجي حضرتك تطلع على الأربعة اللي ضلين لك، بتقول الدين والجغرافيا أساسي إني أختار واحدة منهم، أساسي. أني أعلى عندي؟ والله أنا جايب في الجغرافيا أعلى. بأخذ الجغرافيا الدين بينحذف لي. بظل لي أنو أعلى؟ الثقافة ولا التكنو؟ الأعلى بأخذوها، بصف عندك الجغرافيا مع التكنو أو الثقافة. تمام يا شباب؟ إذا الأربعة أساس إنك تنجح فيه. تخيل لو إنك أنت ناجح فيهن كلهن، واللي بدها تنحذف الدين أو الجغرافيا، أو اللي بدها تنحذف أو واحدة منها بدها نعتمدها الأحياء أو الكيمياء، واحدة منهن راسب فيها، أنت راسب. راسب يعني الأساسي شرط فيهن إنك تنجح فيهن الأربعة، وبعدين بنغربل الموضوع فيهن. هذا الموضوع بيتم في الفرع الأدبي. طب التجاري، التجاري عنده الأساسي نفس الإشي، عربي إنجليزي رياضيات بدل التاريخ، الريادي عنده الإدارة والاقتصاد. وفي المباحث الأساسية يجب عليه إنه ينجح في المشاريع وفي المحاسبة، في المشاريع وفي المحاسبة، وبيختار أعلى علامة بتنحسب في المعدل زائد أعلى علامة من العلامتين اللي ظلن. عندنا الفرع التكنولوجي، التكنولوجي بده يشوف شو الأربع مباحث الأساسية اللي عنده، المباحث الإجبارية اللي عنده لازم يشوفهن. الأساس اللي عنده لازم يختار واحدة منهن، الاتصالات أو الريادة في الأعمال، واحدة منهم. الأعلى بأخذوها والثانية بحذفوها، وبظل عنده مادة برضو الأعلى بأخذوها. الفرع الصناعي عنده اختيارين ما بين الرسم الصناعي وما بين الفيزياء، رسم صناعي وفيزياء. انجح فيه الاثنين، الأعلى بتنحسب في المعدل، الثانية بتنحذف. الشرعي عنده الفقه والمعاملات مادي، واللغة الإنجليزية مادة ثانية. انجحوا فيه الاثنين يا شرعي، الأعلى بحسبوه في المعدل مع المواد الإجبارية، وبضل عندك مادة من المواد الأساسية الأعلى بأخذوها، وبالتالي بعدين تأخذ المتوسط الحسابي تبعهن وبطلع معدلك. فبالتالي يجب عليكم ألا تستهينوا وتأخذوا بعين الاعتبار أن المواد الأساسية هي إجبارية. وإذا أردتم يعني الصراحة وتأخذوا في طريقتي، وإذا بدكم تفوق وعلامة عالية ومنيحة، انسوا وشطبوا من راسكم إنه في عندكم إشي اسمه أساسي وإشي اسمه إجباري، وشطبوا إنه في إشي اسمه حذف، وركزوا إنكم كلكم، لأنه أساساً لازم تنجحوا فيهن كلهم. بالتالي ليش أنا أحشر حالي في أكثر من خاني؟ أنا بقول كالتالي، كله مطلوب وكله لازم أنجح فيه، وأعلى إشي بحسبوا لي بهذه الطريقة. أتأمل أن تكونوا أصدقاء الطلبة من المتفوقين في امتحان شهادة الدراسة الثانوية العامة. وأود أن أذكركم وأذكر كل من يبحث عن التفوق أنه 99.1 في 10، تخيل هالمعدل الجميل، 99.1 في 10، أنت لست من العشرة الأوائل على مستوى فلسطين. أنا أقرأ نتائج الثانوية العامة كل عام، وأقل معدل وصل العاشر على مستوى الضفة في كل الفروع 99.1 أو 99.2. فبما معناه إذا كنت تعتقد أنه 99 مسكرة بدها تخليك من العشرة الأوائل، أنت واهم. هناك من يأكلون الكتب،
هناك من يحفظون حتى رقم الصفحة، هناك من يد يعني تعرفوا شباب، لو في ناس تقدم عربي الأمانة بتجيب أعلى مني، أنا متأكد. وأنا أقول هذا الكلام ليست مجاملة في أحد، إنه في طلاب وطالبات لو أتقدم أنا وياهم في الامتحان أقسم بالله بيجيبوا أعلى مني. ما سبب ذلك؟ أنتم عليكم أن تجيبوا عن أسباب ذلك. القراءة والبحث عن التفوق الشديد بحاجة إلى بذل الكثير من الجهود. بهذه الطريقة تحسب معدلاتكم الأساسية في المباحث الأساسية والإجباري. إن كان لديكم أي سؤال اتركوه أسفل الفيديو في التعليقات. على أن أعود وألتقيكم قريبا جدا فيما تبقى من دروسكم. أشكركم على حسن الإصغاء والمتابعة وعلى جميل ورقيق ردودكم. إلى اللقاء.